السلام عليكم خوتي خواتاتي، راني في متحف شرشار. راح نعرفكم بواحد الاركيولوج الله يبارك له هنايا. دوك تشوفوه باش من عارفوا بنفسكم. باش من عارفين شويه المتحف هذا الاخت. احنا اليوم راكم في متحف شرشار. متحف شرشار الفكره تاعو تاع البناء تاعو جات في 1900، ومن بعد يعني اثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر، ومن بعد في 1908 فتح المتحف الابواب تاعو. المتحف اللي راكم تشوفوا فيه اليوم فيه جميع الفترات التاريخيه تقريبا اللي مرت بمدينه شرشار، اللي هي ايول بمعنى تسميه فينيقيه بمعنى اله الرياح. اله الرياح. وبعد عندنا اسم ثاني اللي هو القيصريه نسبه ليوليوس قيصر، والتسميه هذه اطلقها ملك كيوبا الثاني تكريما ليوليوس قيصر الذي تربى في بيته. واما الاسم الاخير لمدينه شرشان هو شرشان بمعنى الشرشال، يعني الشر ذهب وزهل. شرشال يعني هذا هو. انا عملت لي اي شرشال، عملت لي الاسم كان امازيغي، يعني هذا كان امازيغي ولا عربي؟ يقولوا العربي. هو الاسم عربي. عربي داكور. راح نودي لكم الى الدور معايا، راح تلقى نص يرجع للفتره العثمانيه ذكر اسم شرشال، برج شرشال، يعني برج شرشال. اول نص يحمل اسم شرشال. اول مره نشوفوا اسم شرشال. كما قلت لكم خاوتي من قبيله ما كنتش عارف اذا كان شرشال من العربيه ولا الامازيغيه، اخيرا خرجت من اللغه العربيه. هم ما شاء الله الاخت تاعنا مصممه متخصصه في في الصيانه والترميم، والاخت قديم في القديم. الكل الله يبارك. دروك رواق العائله الملكيه. بسم الله. نلقاو الإله القيصرية. مليك هذا الإله القيصري رأس الآلهة. الإله القيصرية. إلهة دافور. الإله هذه ما كانش في الموند أونتي، ما كانش، كاينة غير في مدينة شرشار. هذا ما كان دافور. خاصة الرأس تاعها، لو كان تشوف الرأس تاعها فيه اختلاف كبير. كاين اللي يقول لك باللي سنيك رأس أفعى. سنيك أفعى. وكاين اللي يقول لك باللي نو رأس أنيليفون. دكور. زيد الدور منا واش تلقى؟ تلقى الإلهة الإفريقية. هذه الإلهة الإفريقية. شوف الرأس تاعها دايرة كاس تاع إليفانت. طيب. شوفوا هاو عندها رأس الفيل هذا الأخت. دروك راح تشوف يوبا الأول اللي غني عن التعريف. هذا كما قلتي غني عن التعريف. فضل أنه ينتحر على أنه يكون أسير في أيدي الرومان. هذه هما عقلية الجزائريين اليوم، عندهم مني عندنا سلطان يوبا الثاني. الله يبارك. ملك موريتانيا القيصرية يوبا الثاني في سن 50. النسخة الأصلية للتمثال هذاك في الدنمارك. في الدنمارك، إن شاء الله نصوره لكم عن قريب. نكونوا في كوبنهاغن، ممكن في داكور. هذا التمثال يوبا الثاني، التمثال تاع كليوباترا سيليني اللي هي زوجة الملك يوبا الثاني وابنة كليوباترا السابعة ملكة مصر. لهنا عندك تمثال يوبا الثاني، ورا التمثال راح تلقى فسيفساء تاع انتصار باكيوس. هذا هو انتصار باكيوس الله يبارك. عندك هرقل. هاوليك هرقل. سبب تواجد هرقل في رواق العائله الملكيه انه يوبا الثاني يعتبر هرقل الاب الروحي او الاب الاسطوري، لانه معروف على هرقل انه عنده 12 مغامره. 12 مغامره، واحده منهم من شقاق اوروبا عند افريقيا. صح. هذه صح ولا لا؟ لا، هي تدخل في الاساطير. الاساطير. عندك رمز التوحيد. هذا رمز التوحيد. ما شاء الله عندكم متحف الله يبارك. عندنا متحف الجزائر. لا، الحاجه المميزه في متحف شرشال انه عندنا الكولومباريوم، هذه نسخه مصنعه او اعاده ترميم تصنيع. ايوه، اعاده تخيل الكولومباريوم. الكولومباريوم هو نوع من انواع المقابر الرومانيه. عندنا هنا بطوليمي ابن باكيموس ابن يوبا الثاني. هادو كانوا امازيغ يعني. هذا باكيموس هو اخر الملوك النوميد. النوميديا. اصلا النوميدي. بصح هما
بعد كي تربى يوبا الثاني في قصر يوليوس قيصر اصبح روماني. روماني صح. عندك تمثال اخر راس لباتليموس في سن 15 35. الميزه في التمثال في الراس هذا انه تبع طريقه اجداده، انه اللحيه منعرجه وهذه عند الرومان ما كانش لحيه. عندك بعض النقشات اللاتينيه اللي تحمل اسامي الخدم. اسامي الخدم هذا اسامي الخدم يوباي، لأن الخدم كان يمنحوا لهم اسم الملك اللي ولا الامبراطور اللي يشتغلوا عنده. احنا راكم في القاعه، قاعه العناصر المعماريه. هذه قاعه العناصر المعماريه الاخرى ما شاء الله. عندك بعض انواع الامتعه، الاعمده لون سوفاج اطلقوا عليه اسم رجل متوحش نسبه لكثره الشعر في جسمه. خوتي هذا باش ما تقولوش حنا سيريو، دايما تقولوا لي انت يا سيريو او ليك او الرجل المتوحش على جال عنده الشعر بزاف. عندنا لون يورتال نسبة للفخار بليتو المارب، لانه الرخام هذا تم جلبه من المشرق. المشرق نورينتال. عندك الاسد والثور رمز الفحولة. الاسد والثور عند جميع الحضارات. عن جميع الأحضارات كارياتيد تقريبا نفس النموذج اللي راه مستعمل في أثينا حاليا. صح. نساء اللي تحمل عاود رجع ليه تشوف كاين عندنا بعض الثمانين اللي ماسك أقلعة اللي كانت تستخدم في المسرح. كانت تستخدم في المسرح التصور لجميع الموجودات في قصر البدل. عند سفينكس، سفينكس شرشان مميز جدا. مميز. لأنه يحمل ثلاث شخصيات، عندك رأس آدمي، عندك جناح طائر، وعندك أقدام سنوريات، يعني ممكن يكون قط أو أسد سنوريات عموما. عندك ثلاث أنواع لرجل رجل الأسد. خاصة بالعرش. مازال نزيد نبحث عليهم بزاف، ما عنديش معلومات كثيرة على الأمور. اللي سفانكس. سفانكس. سفانكس هذا مختلف على الإغريقي ومختلف على المصري ومختلف على البابلي اللي هو العراقي. جزائري. هذا جزائري. نوميديا. أيوا. عندك طاولة يوبا الثاني. هذيك. هذه ريكونستركسيون. إعادة تشكيل. عندك النسخ الأصلية هذا هما الأقدام. رأس برد هامي خاوتي يشوفوها وتشوفوا النسخة. عندك النسخة المصنعة من هذه هذه الأوريجينال. هذه 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 تشوفوا هنا. عندك ديميتر إله الزراعة. متحف شرشال عنده تمثالين ديميتر، كاين عندنا واحد هنا في متحف شرشال والتحفة الثانية في ليزونتيكيتي متحف الآثار القديمة في الجزائر العاصمة. الجزائر العاصمة وين جاي هذا؟ في ألجي. ألجي العاصمة الجزائر. متحف الآثار القديم والإسلامية. دكور دكور دكور. لهنا عندك جميع انواع الرخام اللي تم تشكيل منه تحف هنا في المتحف تاع شرشان. هذه عينات. هذو كاع عينات، تاكو تشوفوا خوتي عينات كاع جابوا ما بيش هذا. هنا عندنا الاعمده هذو لي بيلاستر هذو فيه مميزين جدا. واش اللي يخليهم مميزين؟ دقه. الاعمده تاع متحف شرشان تقدروا تلاحظوا فيهم على سبيل المثال دقة النحت. راكم هنا قاعدين تشوفوا عنكبوت. شوفوا هذا عنكبوت سبحان الله. عندك طائر وعندك بعض الانواع تاع النباتات قرنفل. هنا في متحف شرشان. اي هذا قصر قصر
القصر. دونك هنا في القصر المبتدئ في هذا التصور من محتويات القصر. القصر دارك عندك نكتي مولي سيمان وش سمي بابا كيف تكون فعلا عندك طابل بوجو هذه طابل بوجو طاولة لعبة هي شوفي هذه الأوريجينال هذه الأوريجينال بيضة سبحان الله هم قلوب عندك مربعات عندك مثلثات أميزين تحفة والله تحفة صح أهم غرفة والله هنا رانا في أهم غرفة غرفة المعتقدات والديانات القديمة. كنا وش حنا نلقاو تحف مصرية أصلية. ما كانش في المتاحف الأخرى، سبب تواجد تاعها في متحف شرشان لأنه كليوباترا سيليني مصرية. كي جات جابت الحضارة تاعها والمعتقدات تاعها. جابت. درك راح نشوفوا هنا عندك تمثال أصلي، قاعدة لتمثال أصلي من حجر البازلت. مكتوب بال الهيروغليفية. عندك كتابات أيضا من الخلف، عندك تمثال آخر. عندك ستايل نصب إيزيس وهي حاملة لمياه مهرمين. عندك ليبوتا. أول جاموس ما يعرف بالجاموس. نسخ مصنعة، هاي النسخة الأصلية. هذه النسخة الأصلية، شوفوا. كان تقديم القرابين بعد وضع تمثال. عندك تمثال إله إيزيس. عندك إله سيبال. هذه سيبال وهذا الكاهن تاع سيبال. سيبال هذه كيما تاع اسبانيا اللغه سيبال صح ونجدها وسيبال نجدها ايضا في المشرق صح ودوك لو كان تشوفوا هذيك الالهه اللي صورت لكم في مدريد ما باش وداكم شايفين قلت لكم باللي هذيك الالهه سيبال عندها نفس الكرسي هذا اللي راكم تشوفوا فيه نفسه مع اللمسه انه عندها راس كبش هذيك راس كبش كيفاش كانوا التدقيق كان كلش مدقق ها لا خاصة انه علاش قلت لك باللي المحتويات تاع متحف شرشان مميزة جدا وفريدة من نوعها يعني ما راحش تلقى نماذج ليها في متاحف اخرى ولا في بلدان اخرى لانه الملك يوبا الثاني كان ملك عالم بمعنى كان يهتم بالفنون خاصة بالفن الاغريقي والروماني نحت فسيفيسة وغيرها ما شاء الله دوكا بيتيلا بيتيلا ايضا رمز الحياه ولا رمز الحياه الابديه عند الفراعنه وعندك اسكولاب اله الطب هذا هو اسكولاب وهنا عندك اوراك العراق اله الروحاني اله روحاني صح والمنجم عندك ايضا نقشة لاتينية هذه نقشة؟ نقشة لاتينية الآلهة فيكتوريا آلهة مصر آلهة مصر عندنا هنا بعض التماثيل لبعض الإلهات بما فيهم ديميتر تمثال آخر لديميتر إلى أصلي؟ أصلي جميع التماثيل اللي راك تشوفها هنا خوتي قاعد التماثيل اللي راكم تشوفوها لهنايا أصلية هاي الأخت تقولنا أصلية كلش وهذا اليد يد مطبوعة على لتويل على الفخار على الفخار اليد هذه عندها قصة كبيرة لأنه اليد معروفة من وقت الفينيقيين هي يد الإله يد جالبة للحظ اليد اللي تبعت عليك الشرور وغيرها يعني مام عند الإغريق وعند الرومان كانت مقدسة جدا تشبه يد المسيح تاع جريبة تاع القدس ما بيش إذا عارفين هذا وهي شوف المصدر الرئيسي تاعه هو مصدر إغريقي فينيقي لا فين
فينيسيان. فينيسيان هما اصل الفكره في اليد. امبريشنون، ما لقيتش كلمات. مذهل مذهل ان شاء الله. مكعبات صغار بزاف ديفيرونس وبدقه. هذه اجمل فسيفساء كاين هنايا في متحف شرشال في ولايه تيبازا. شابه هذه شوفها صحيح الصغار سي من فوق. شوف هذيك الدبل هو البذر. البذر داكور. والثانيه هذه هذه الحصاد. الثانية وهذه الجني. الجني. ها آه. هو تشوفوا. ها. شحال كانوا يقادوا باش يديروا هادو مع سنوات وسنوات؟ لا ماشي سنوات، يعني في عام تقريبا يكونوا يقدروا يخدموها، في الخدمة دي ما تختصرش على شخص واحد. واو. كانت بالمجموعة. أنا راني التفكير تاع هذا الزمان. إكزاكتومون. صعيبة صح. لازم تكون لازم تركيز، لازم الوقت تعطي لها سورتو كي تخدم. سورتو كي تخدموا جروب كيكونوا جروب يكون اصعب يكون نو ولا يكون اسهل. لا لا يا ربي هكذا باسكو لا دقيقه باش نتفاهموا. العماله وقت الرومان ووقتنا الحالي ماهمش كيف كيف بصح ما تنساش ماهمش غير الرومان اللي يديروا موزايك، حنا ثاني نديروا موزايك. الاخوات عندهم اتولي تاع موزايك. الله يبارك. وين عندكم الاتولي؟ هنا هنا. هنايا لا صح موزايك الاولاد. للاطفال. نديروا توعيه تكون عندهم اون ايدي ابري يطلعوا بهم صح ماشي كيما هامليك. هامليك هذو الاطفال الصغار راكم تشوفوهم فين؟ هذا منصنع الاطفال. منصنع الاطفال راكم تشوفوا شويه شويه. ما شاء الله هادو كاع دراري صغار. الاولاد الصغار هما اللي يخدموا الخدمه هذه. هم الاخوات تاعنا ما شاء الله يبيعوا الاطفال الصغار باش يديروا دي مولاج قولا عملية القولبة. انا ليستان هادو كاع هادو مخدومين درك. كاين عندنا التحف الاصليه وهذه عمليه القولبة فقط قولة. يعني نموذج ثاني. عندنا سبيناريو اللي ما كانش في العالم القديم مع عدا في روما وكيف من الحجاره السوداء. تعرفوا قصه سبيناريو نازع الشوكه نازع لا سبيناريو معناها لا سبينك شغل. ايوا هذا الشغل راح للبحر وعرف على لي زورسان وراح ينحيها. صح بصح هذا لا هنا تاعو قصة الماراثون هو الأصل في حكاية الماراثون. الماراثون في الوقت الحالي 42 كيلو ونص تقريبا، وقته هو جرى 40 كيلو وهو الشوكة في رجله. تقدروا تشوفوا الشوكة. أي أروحوا تشوفوا. سبحان الله. هاي الشوكة. هاي الشوكة هذه هي تشوفوا مقلعش هذيك الشوكة حتى وصل الخبر باش قدر ينحي هذيك الشوكة ويقعد عليها. قولي لخليده انت ردي وكان انت ردي الدخول لنا. الله حمد الله فينا الاخوات تاعنا تشوفوا ستايل الزرار. بسم الله. انا معك انا جديده اكيد جديده. شحال عندك هنايا؟ ايدينا فورماسيون لزوج. الله يبارك فيك. طريني الله طريني ان شاء الله. هذا 6 شهور كل ان شاء الله يا كلش بالحب والاراده صح ولا لا؟ دائما نقولوها. هذه الجزائريه ديانا الشاس ديانا الصياده ديانا تشوفوا ديانا هي اخت ابولو. ابولو ابولو هنا منحوت من اجود انواع الرخام. باين شو دي كي تشوفي دو في صح. هنا بعض لوحات الكرسي الفيزيائيه اللي تطلب شخصيات خرافيه واسطوريه مثل نيتو. نيتو هو شخصيه خرافيه عندك نصف يونان هي نفسها اليونان الرومان عندك نصف ادمي ونصف حيوان. بوتشا هو
نصب ستان فينيك نصب بونيقي فيه بعض لي ليتر. كاين بزاف من العلماء اللي عندنا في الجزائر اللي قالوا باللي النصف العلوي تاع الكتابه اضمحل، وهو حقيقه ما اضمحلتش الكتابه، تقدر تجي من هنا وتشوف باللي مازالوا كاينين لي نو يتبان هاي تبان من هنا هاي صح تشوفوا فيها هنايا هنا تقديس للاله منقرط منقرط الاله منقرط لما سمع الدعاء تاع الشخص اللي راه يقدم القربان قدم له البركه سبحان الله ونعم بالله وعندنا الاله بلحمون بلحمون هو زوج وش اسمه تانيت تانيت الاله تانيت هذا نوع اخر من الكلاس يحمل زهرة القرنفل قرنفل وهذا مجسم لمتحف شرشال بارك الله فيكم صوركم اخر مره هامليكم ما شاء الله تهلاو فينا الاخوات هذوما هامليك سلموا عليهم كاع بارك الله فيكم ربي يحفظكم وانت تعلمي مليح ها عايز تعلم الاخت انا هذه ما شاء الله ربي يحفظهم ربي يستركم كاع